انا خويا كنت خدام في المحطة، كنت جاي من المحطة مع ميقات 11 ونص، كنت جاي من المحطة جيت لازقت 3 عند الدري صاحبي باغي نشوفو، دخلت عنده للدار تا كنسمع شي واحد ذبح شي دريه صغيره. جيت كنجري الزقه 44، لقيت دريه صغيره ذابحها واحد بجنويه وهرب. هرب الزقه 43، تبعناه شديناه في الزقه 43 حتى لواحد الدار، بقينا كنضربوا في الباب حتى تهرس الباب وجبدنا من تماك. جنويه عنده كبيره من حجم كبير ومهرسه من جهه السنان، جنويه مضروب مدرجه من جهه السنان، من جهه الراس مدرجه. ملي عرفنا الدري لقينا الدريه مضروبه راسها، مطير راس شاده واحد الجلده صغيره شاده الدريه راسها، راه تعدى على وتكرفص على لا ياخذ فيها الحق. حضرت كلشي من البدايه حتى الاخر. سولوني على شنو وقع، هادشي اللي عاودت لكم دابا على شنو وقع وكيفاش وقع، كيفاش ذبح الدريه وكيفاش ضربها. عاودت لهم داكشي اللي عاودت لكم انتوما، داكشي اللي كاين. جيت معاهم لامور هو الاول بعدا عند الدريه، شفناها في لامور الاولى مذبوحه مكرفص على واحد الدرجه بزاف. مشيت معاهم لامور، شفنا الدريه تما شنو واقع لها، بقاو كيصوروا فيهم. مشيت معاهم وانا البولو، بقاو كيسجبوا فيا زعما كاش وقع للدريه وكيفاش ضربات. بقيت كنعاود لهم داكشي اللي كاين، هو تيقول لهم هو مختل عقليا، هو مختل عقليا، المختل عقليا ما كاينش جنويه وما كيضربش. مشيت انا عاودت لهم داكشي اللي كاين، يعني حتى انا راه عندي الاولاد، عاودت لهم داكشي اللي كاين، يعني راه الدريه صغيره عندها 5 سنين، راه بزاف. المسؤول هادشي كامل ياخذوا حق الدريه وحق والديها، هادشي اللي دار لها. وشنو هو السبب اللي وصلهم لهادشي؟ 3 ايام هو كيكون مريح بحال الدار في 43 تحتانيه، كان كتكون فيها قديم تما، وتحول لمكانسه. فين تحول تما تحول لمكانسه حتى 3 ايام عاد ولا كيبان هنايا. ياخذوا حق الدريه اللي تعدى عليها وتكرفص عليها بحال هكا، فهمتيني؟ ما هادشي راه بيزار، حيت راه اي واحد كيطلق ولده الصغار الزنقه، حتى انا راه عندي ولدي، حيت كيف وقع على الدريه وقع لي ولدي انا ولا اي واحد اخر. يعني راه لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي.